قبل ما نروح لاخبارنا الحقيقه عندي يعني بعض الكلمات عايز اقولها عن طبعا حديث الساعه في الالعاب الاخرى وهو انتقال مجموعه من اللاعبات من النادي الاهلي او انتهى عقدهم مع نادي الاهلي في الكره الطائره سيدات وانتقلنا الى نادي الزمالك. هنا انا عايز بس اوضح بعض الامور وبعض الكلام، كل واحد يعني طبعا ده اختياره، يعني كل بني ادم بيسال عن اختياره وهو بيتحمل نتيجه اختياره، ده اختيارهم، ويعني اي حد بيتحمل نتيجه اختياره سواء يعني بالسلب او ايجاب ده قراره هو. ولكن النادي الاهلي لا يقف على عند لاعب، النادي الاهلي عنده قاعده كبيره جدا في كل الالعاب ما بيوقفش على لاعب، انا نفسي اللي قاعد قدام حضراتكم بطلت. انا نفسي كنت واخد دوري وكاس وبطولات مع النادي الاهلي حصلت عليها ورحنا خدنا ثلاث افريقيا كتمهيد ان احنا ناخد بطوله افريقيا 2016 وبطلت وجي ورايا اجيال واجيال والنادي الاهلي لسه بيحصل في البطولات، النادي الاهلي ما بيوقفش على لاعب في اي لعبه او مهما كان اسمه. والامثله على ذلك كثير. يعني لو قعدت معاكم وحصرنا النادي الاهلي مؤسسه كبيره، مؤسسه لها دستورها، الدنيا كلها ما فيش اي مشكله على المستوى الفني ولا الاداري، ربنا ان شاء الله يعني موافق النادي ده لان طبعا عنده قاعده كبيره جدا من اللاعبين واللاعبات. ولكن انا كلامي هنا للاعلام. انا يعني مش هكلم في الموضوع ده كثير ولكن عندي نقطتين فقط عايز اكلم عليهم الاعلام. طبعا في الفتره اللي فاتت شهدنا في كل يعني او اغلب يعني ناس كتير في الاعلام بتتكلم او حتى على صفحات السوشيال ميديا بيقول لك ده احتراف، اللاعب ينتقل من نادي لنادي، انتوا زعلانين ليه؟ ده احتراف. اولا احنا مش زعلانين، ما فيش حد زعلان يعني خالص، ما فيش اي مشكله خالص، اللاعبات دي كانت موجوده وخسرنا افريقيا وهيجي غيره ما ناخد افريقيا وناخد دوري وكاس، يعني الموضوع مش بيقفش على حد فما فيش زعل، هي احتراف، انتوا بتقولوا احتراف تمام هو احتراف، ولكن احنا عايزين مسطره واحده. يعني ايه مسطره واحده؟ لو النادي الاهلي هو اللي تعاقد مع اربع لاعبين في اي مكان او لاعبات في اي مكان في اي نادي، مش هجيب اسم نادي، وتعاقد معاهم، وهل هيتقال في هذه اللحظه ان ده احتراف من حق الناس تروح وتيجي وتعمل، ولا هيتقال عكس كده، ولا هيتقال ان النادي الاهلي بيفرغ فرق من المواهب؟ انا بس عايز مسطره واحده، لو هنمشي احتراف اذا هو احتراف ومحدش يزعل، ولو بتفرج من اللاعبين قولوا كده واحنا ناخد بالنا برضو من ده، ولكن مسطره واحده، انا كل طلبه هي مسطره واحده في قياس الامور، محدش زعلان خالص ولا حد قال كلمه، احنا قياده النادي الاهلي اهو بنقول كل لاعب ده اختياره وبيتحمل نتيجه اختياره، ما عندناش اي مشكله، النادي الاهلي ما وقفش على حد، ولكن احنا بنتكلم على المسطره الواحده، كل اللي طالبينه مسطره واحده، حضرتك بتقول ده احتراف، طيب لو النادي الاهلي راح تعاقد مع اربع لاعبين في اي نادي عشان بس ما حدش يقول اي نادي موجود واي لعبه كره قدم سله لو هتعاقد مع اربع لاعبين عضو منتهي هل هيتقال نفس الكلام؟ ده سؤالي. طيب عايز اروح لحاجه ثانيه وهي ان اللاعب لما بيبطل في النادي الاهلي او بيعتزل او بينتقل لنادي ثاني بياخد كل مستحقاته بالكامل. انا العبد لله اللي قاعد قدامكم حصل معايا نفس هذا السيناريو. بطلت و بيبقى اكيد في بواقي لمستحقاتك، حاجات امور بتتسوى تنزل لك في حسابك كانك موجود في النادي الان، ده حقك وهتاخده مهما كان النادي اللي انتقلت له، مهما كان انت فين، مهما كان انت مشيت ازاي، مهما كان كل ده، انت لقى مستحقات او ليك اي امور جوه النادي الاهلي هتاخدها وتوصلك يعني 100 فل و14 زي ما بيقول. ومش كده بس، وانت اثناء لعبك في النادي الاهلي والشهود على ذلك كثيرين كثيرين، ده مش كده بس، ده انت حتى لو اتصبت وانتقلت من النادي الاهلي ومشيت، النادي الاهلي متكفل بعلاجك، وخد على ذلك امثله كثيره. لعيبه في الكوره يعني ممكن انا مش عايز اقول امثال، يعني كريم نتفد ربنا يعني اصابه او اصيب باصابه تعالج فيها سنين، قعد سنين وهو موجود في النادي الاهلي بيعالج على اكمل وجه. ولما راح كريم نتفد مع نادي اخر بيلعب بكل قوه قدام النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي احترافيه. انا ممكن اجيب لكم اسماء كتير لعيبه انتقلت او اعتزلت او راحت او جت لعيب الكوره والعاب اخرى او اتصاب بياخد مستحقاته بالكامل، بياخد علاجه بالكامل، والنادي الاهلي هو ده النادي، وانت بتلعب جوه النادي الاهلي واخد حقك، وانت سايب النادي الاهلي بتاخد حقك، النادي الاهلي بيتعامل بمنظومه، لم نرى واتحدى على كلامي ده اي حد، لم نرى لاعب محترف خرج من النادي الاهلي قال انا ليا مستحقات متاخره، لم يخرج لاعب اجنبي او مدير فني او غيره او غيره اشتكى النادي الاهلي باي شكل الاشكال انه له مستحقات باقيه. وهي دي عظمة النادي الأهلي. فإذا النادي الأهلي أنا بتكلم في مشهدين، أنا ما بتكلمش على انتقال لاعبين أو لاعبات أو الكلام ده كله خالص، ولكن أنا بتكلم على عبر ومشاهد بتميز النادي الأهلي دائما أبدا وبتحطه دائما في المقدمة. كلامي ده الكلام ده حصل معايا أنا شخصيا، أنا أصبت بإصابة في إيدي بعد ما وقعت للنادي الأهلي، والكلام ده هناك شهود عليه،
انا وقعت النهارده النادي الاهلي، سافرت تاني يوم طرابلس مع منتخب مصر، كنت بلعب بطوله افريقيا سنه 2009 وانتقلت للنادي الاهلي ومضيت العقد والعقود لم توثق بعد في اتحاد السله. سافرت طرابلس بلعب مباراه انجولا، وقعت من اعلى الدور الرابع او الخامس فوق، نزلت على ايدي، نزل على دراعي كارلوس مورايس لاعب انجولا اللي لسه بيلعب لغايه دلوقتي، ايدي اتكسرت وكملت المباراه وانا ايدي مكسوره وما كنتش عارف. ورحت عملت اشعه في احد مستشفيات طرابلس، اكتشفوا ان في كسر، البطوله انتهت بالنسبه لي. رجعت على القاهره، كلمت المسؤولين في النادي الاهلي، قلت لهم يا جماعه انا ايدي اتكسرت وللاسف الاصابه هتقعد 8 شهور، حضراتكم تستطيعون ان تتحللوا من التعاقد، لسه العقد الحبر ما نشفش على العقد. والكلام ده مش بقوله، الكلام ده قلته على صفحتي وقلت في كل مكان، عقدي العقد الحبر ما نشفش على العقد. واترد عليا انت ابن النادي الاهلي واصبحت جزء من هذا الكيان، انت علاجك وكل شيء وكله انت معانا، والنادي الاهلي ما بيتخلاش عن حد، بالرغم ان العقد بقول لكم لسه ما توثقش وانا اصابتي 8 شهور. النادي الاهلي في هذا الموسم تعرض لخسائر كتيره، لم يخرج عليا مسؤول واحد في النادي الاهلي يقول لي انت هترجع امتى، فلوس علاجي باخدها بالكامل، بالعكس احسن رعايه، عقدك بتاخده. انا ما بقولش الكلام ده، انا بقول الكلام ده حقائق وفي شهود على هذا، وده عظمه الكيان. انا مش بقول اي حاجه، ولكن كل واحد بيختار اختيار، هو مش صغير، هو عارف اختياره وبيتحمل نتيجه اختياره، ولكن سيبقى النادي الاهلي قلعه شامخه بولاده بدستوره بقوانينه. انا اسف حبيت يعني اتكلم في هذا في هذه النقطه، برغم ان انا والله يعني كنت واخد عاد على نفسي ما اتكلمش فيه، ولكن انا باخد بحب دايما ادرس الامور وادي عبر بالاقايم واوضح لجمهور النادي الاهلي الامور ازاي جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه ما بيقفش على حد، وسيظل النادي الاهلي يحصد البطولات ويحصد البطولات ويحصد البطولات، والنادي الاهلي وجمهوره، جمهور النادي الاهلي هنا بين قوسين، سيظل داعم الى فرقته وداعم لكل من يرتدي تيشيرت النادي الاحمر، تيشيرت النادي الاهلي الاحمر. و النادي الاهلي بيحس بالمخلص وبيحس بال عنده انتماء، يمكن الانتماء بقت عمله صعبه في عالم الاحتراف المدعى يعني وبيدعوا بيه عالم الاحتراف، ولكن جمهور النادي الاهلي بيكبر. ولو في حد يشك لحظه وماليا، يعني طبعا ده ما فيش شك معنويا وماليا، لو حد في شك لحظه انه ليه فضل على النادي الاهلي، راجع نفسك. النادي الاهلي ليه فضل على الجميع، كل من دخل النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي ليه فضل عليه. انت بالعكس انت بتتشعبط في القطر عشان تمشي مع القطر، انما انت مش ليك فضل على النادي الاهلي، انت بتحاول تكون جزء من هذه المنظومه اللي ليها فضل على الجميع. فلو حد فاكر ان هو ليه فضل على النادي الاهلي، راجع نفسك، الكلام ده مش مظبوط.